السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منهل النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي. إذن في هذه الحصة لدينا درس تحت عنوان أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية في الصفحة 16 من كتاب المنهل. إذن نبدأ هذه الحصة بالملاحظة والتساؤل. إذن خضع أمين لفحص طبي باستعمال أداة لقياس الضغط الدموي فتساءل عما قام به الطبيب. إذن في بعض الأحيان يلجأ الإنسان إلى الطبيب فيقوم باستعمال هذه الطبيب يستعمل هذا الجهاز ليقيس ضغط الدم. إذن ومن هنا سنطرح التساؤل التالي: ما هي أسباب ارتفاع أو انخفاض الضغط الدموي؟ إذن الضغط هو يمكن أن يرتفع كما يمكنه أن ينخفض. إذن بعض الافتراضات من بين أسباب مثلا التي سنفترضها هو قلة النشاط البدني، يعني الإنسان ما كيمارسش الرياضة بانتظام لكي يعني ينقي دمه من الشوائب ومن، ونحن نعلم أهمية الأنشطة الرياضية بالنسبة للجسم السليم. تناول أغذية غير متوازنة، إذا بعض الناس يعني يتناولون بعض الأغذية يعني يركزون على نفس الغذاء مثلا، وهذا ليس صحي، لأن لابد من مراعاة يعني نسبة من السكريات، نسبة من البروتينات، نسبة من يعني الفيتامينات، من كمية من الماء، الأملاح المعدنية إلى آخره، لأن الجسم هو في حاجة إلى غذاء متوازن. ثم أمراض أخرى غير معالجة. ماذا نقصد بأمراض أخرى؟ يعني ربما كتكون بعض المرات بعض الأمراض تؤثر على الضغط الدموي، يعني الضغط الدموي هو ناتج على أمراض أخرى. مثلا واحد الإنسان مريض بالسكري أو مريض يعني بأمراض يعني التي نعرفها الكوليسترول أو شيء من هذا القبيل، وهذا يعني يؤدي به إلى ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم. إذن هذه بعض الافتراضات. إذا ننتقل إلى أتحقق. أولا أكتشف بعض أمراض القلب والأوعية الدموية وأعراضها من خلال قراءة الجدول أسفله. إذن الأمراض اللي ذكروا لنا هنا في هذا الجدول، كاين عندنا الذبحة الصدرية، كاين عندنا تصلب الأوعية، ثم ارتفاع الضغط وقصور القلب. إذن ماذا نقصد بالذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي انخفاض تدفق الدم الى عضلات القلب، يعني الدم ما كيوصلش للقلب، يعني هناك انخفاض، يعني الكميه ديال الدم اللي كتوصل للقلب ناقصه، وبالتالي هنا في هذه الحاله شنو كيوقع؟ ما كيوصلش ثنائي الاكسجين، وحنا شفنا في الحصه السابقه اهميه التبادلات الغازيه على مستوى الحويصلات التنفسيه، الأكياس الهوائية والحويصلات الهوائية، حيث يتم تبادل ثنائي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون على مستواها ليطرح ثنائي أكسيد الكربون. وهنا في هذه الحالة يشعر الإنسان بألم حاد بالصدر، لأن الدم ما كيمشيش، داك ثنائي الأكسجين بحال ما كيمشيش للمكان ديالو هو الدم، لأن الدم هو اللي غادي يعاود يوزع ذلك ثنائي الأكسجين على باقي الأعضاء. لأن القلب هو اللي يعني الا بغيتي تقول بانه هو المحور ديال الذات، هو المحور، يعني عنده علاقه مع بزاف ديال الاعضاء ديال الجسم. ثم يشعر الانسان بضيق في التنفس. علاش ضيق في التنفس؟ لان من المفروض ان الدم غادي يمشي وغادي يحط ثنائي الاكسجين في الدم وغادي يرجع بثنائي اكسيد الكربون، ولكن في هذه الحاله ما كيوقعش هذا الشيء، اذا لان العضله ديال القلب ما كتحصلش على ثنائي الاكسجين الكافي بسبب نقص ما يسمى بنقص التروية. بالنسبة لتصلب الأوعية، تصلب الأوعية يعني هنا ارتفاع في الدهون، من بين الأسباب نتاعها هي ارتفاع في الدهون يعني الموجودة في الدم، وهذا كيخلي الأوعية تتصلب يعني كتقسح. عياء يؤدي من أعراضه كيشعر الإنسان بالعياء، الغثيان، ثم اضطراب في البصر. ارتفاع الضغط الدموي هذا معروف عندنا احنا في طبيعة الحال،
معروف عندنا ارتفاع الضغط الدموي، إذا الدم مرة كي يعني يعني كينخفض، يعني الضغط مرة يعني كيزيد، يعني فاش كيكون الضغط مرتفع يعني كيكون الدم كيجري بزاف، وفاش كيكون منخفض العكس، يعني القلب بحال ما كيضخش الدم كما ينبغي. وهذا وفي هذه الحالة يشعر الإنسان بدوران، ألم في الرأس، صفير الأذنين. إذن هذا بالنسبة لارتفاع الضغط. ثم قصور القلب، قصور القلب هو عكس الذبحة الصدرية، قصور القلب هو الدم، القلب ما كيضخش الدم جيدا، ما كيوصلش الدم، القلب كيولي عاجز أنه يضخ الدم بقوة، العملية ديال الضخ ديالو ضعيفة، وهذا كيخلي الإنسان يشعر بالتعب ثم ضيق في التنفس وسعال. إذا هنايا بطبيعة الحال كيبقى أننا نحدد الأسباب. إذا أحدد أسباب هذه الأمراض بنقل الحروف إلى المكان المناسب في الجدول. الصراحة هذا التمرين هذا ليس سهل، هذا راه يعني ماشي في مستوى ديال السنة الخامسة ابتدائي، هذا ديال الأطباء، يعني هما اللي يقدروا يعرفوا الحقائق ديال هذا الشيء هذا، ولكن حنا اجتهدنا اجتهدنا ما فيه الكفاية. إذا هنا مثلا بالنسبة للذبحة الصدرية، شنو اللي غادي يكون السبب؟ إذا الذبحة الصدرية إلى رجعنا للمفهوم ديالها بأنها يعني الدم ما كيوصلش للقلب، إذا في هذه الحالة غادي يكون السبب إذا الإدمان ديال التدخين والمخدرات، الإدمان ديال التدخين والمخدرات هذا من بين الأسباب. ثم قلة النشاط البدني وهاء أمراض أخرى. فبالنسبة للباء وهاء، أنا بالنسبة لي دائما هما لابد يكونوا أسباب، لأن عدم ممارسة النشاط البدني هذا يسبب جميع الأمراض ماشي غير هاد الأربعة. ثم أمراض أخرى غير معالجة فهي لابد أنها تأثر على الإنسان. إذن هنا غادي نشوفوا تصلب الأوعية، تصلب الأوعية. إذن هنايا غثيان ثم عياء ثم اضطراب. إذن هنايا غادي يكون السبب كذلك بالنسبة لي أنا كذلك الإدمان ديال التدخين والمخدرات. بالنسبة لارتفاع الضغط الدموي، إحنا قلنا بأن الدهون يعني السبب من بينها، إذا سوء التغذية، إفراط في تناول الدهون، إذا هنا غادي تكون هي ألف. ثم قصور القلب غادي يكون سببه هو الجراثيم ومواد سامة. إذا هذا بالنسبة لهذا التمرين. إذا ننتقل إلى ثالث، جو ديتيرمين كيلكو ميزور بريفونتيف كونتر لي مالادي راديوفاسكولير en mettant une croix dans la case ou les cases convenables. إذن هنا غادي نحدد لي ميزور بريفونتيف، يعني شنو هي الوقاية اللي غادي نقدروا نديروا، الوقاية كونتر هاد الأمراض ديال الشرايين والأوعية الدموية والقلب. إذن هنا فيمي، بيان سور فيمي سني با، إذن فيمي ليس وقاية، هذا ليس وقاية. في الوقاية بطبيعة الحال في تناول الأغذية المتنوعة، هذه وقاية، عندما يتناول الإنسان أو أغذية متنوعة فإنه كيقي الجسم ديالو من الوقوع في هذه الأمراض. مونجي دي ساندويتش هذا بطبيعة الحال سبب كما شفنا قبيلة في البداية سوء التغذية. ثم فيغ دي زاكتيفيتي سبورتيف هذا وقاية، نعم. إذا داكشي علاش أنا هنا في الجدول حطيت بأن من بين الأسباب هو قلة النشاط البدني. النشاط البدني مهم جدا بالنسبة للإنسان. إذا ننتقل إلى السؤال الأول في أطبق، الأنشطة الرياضية والتغذية المتوازنة تساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. إذا الأنشطة الرياضية والتغذية المتوازنة نعم، إذا هذا الشيء اللي شفنا بالفرنسية، إذا les activités sportives ou la consommation d'un repas très varié et équilibré. Donc, on peut dire que c'est une bonne chose.
هذه الوقاية، حنا كنتكلمو على الوقاية ليس العلاج. دونك لا سيركيلاسيون سانغين اي ريبريزونتي كوريكتومون بار ان سول دي تخوا شيما سيفون، يعني لا سيركيلاسيون سانغين يعني دوران ولا يعني الدم، جريان الدم في الانسان يعني يعبر عنه في واحد الشيمه من هذا. شكون هو اللي صحيح؟ اذا هنا الا شفنا الشيمه رقم واحد يعني ان الدم كيمشي من ليغام، يعني من ليغام من الكلي لو بومو للرئه للقلب ثم من القلب اللي مسكل ثم اللي مسكل، اذا هذا ليس صحيح لان هادو ليس لهم علاقه بعضياتهم. هنا غادي نشوفوا شكون هو، اذا هذا الشيما ليس صحيح. نشوفوا هذا الشيما ثلاثة، هذا الشيما ثلاثة كيشبه الشيما واحد يعني بين الاعضاء كاين، اذا هذا ليس صح. فالشكل الصحيح هو رقم جوج. علاش؟ لان القلب عاد لو كان داروه في المركز، القلب هو اللي عنده ارتباط بالاعضاء. هنا فاش كنمشيو في هذا الاتجاه كنتحدثوا على الشريان، وفي هذا الاتجاه كنتحدثوا على الوريد. ثم هنايا هذا شريان، هذا شريان، هادو أوردة. القلب هو اللي عنده علاقات كبيرة مع الأعضاء، سواء نزيدو نقدرو نزيدو هنا لي زانتستان غريل مثلا، وعاء الدقيقة، نزيدو العيون، نزيدو تقريبا، لأن أي بلاصة في الذات ديالنا وصلها الشعيرات الدموية، وبالتالي العروق الدموية والشعيرات الدموية. إذا هذا هو لو شيما جوست، دونك رقم جوج. دونك لوكيل دو تخوا، دونك كار، شنو غادي نقدرو نقولو؟ كار لو كور، يعني لو كور يعني عندو اون ليزون، أ اون ليزون باغ تو سي زورغان، يعني جميع هاد الاعضاء اللي تذكرت هنا لي بومو لي غا. هنايا الا طبقنا هذا واعتبرنا هذا صحيح، يعني ان القلب ما عندوش علاقه بلي غا، وهذا غير صحيح. وبالتالي ف دونك هنايا تو لي زورغان، دونك جميع الاعضاء عندها علاقه بالقلب. اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصه حول الجهاز الدوراني، اسباب أمراض القلب والأوعية الدموية.